عداد القتلى الذي لا يتوقف. معنا من ريف دمشق ياسر الدوماني مدير مكتب الهيئة السورية للإعلام. سيد ياسر، إذا تطورات جديدة في الريف الدمشقي ومحاولة من النظام السوري لصد الهجوم المباغت للمعارضة السورية، إذا ما آخر التطورات؟ نعم، أهلا بك، مساء الخير. دعيني أبدأ من الأخبار العاجلة، وهو انسحاب قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني التي كانت تحاول التقدم من جهة قلعة الزهراء وبناء الكويت. هناك أنباء عن مقتل عدد من العناصر أن اغتنام أسلحتهم. طبعا هناك قتلى في أكثر من منطقة، والثوار يردون يعني باستهداف المنطقة بقذائف الدبابات، 6 غارات و 12 صاروخ من الطيران الحربي في آخر خبر ورد من مدينة الزبداني. أيضا هناك 20 صاروخ أرض أرض، كل تلك الصواريخ خلال الساعة الماضية. هناك أيضا قصف من عدة حواجز محيطة في المنطقة. طبعا للمعلومة، البارحة لوحدها تعرضت مدينة الزبداني ل 96 برميل متفجر وحوالي 45 صاروخ أرض أرض. هناك عشرات صواريخ من ستوت، يعني حاجز ستوت وعين الرملة تستهدف المنطقة. طبعا الثوار ما اعلنوه هو هجمه استباقيه، اطلقوا عليها اسم بركان الزبداني، بركان ثائر، وهي محاوله يعني في هجمه استباقيه للتصدي لاقتحام المدينه التي حشد لها النظام وميليشيا حزب الله اللبناني واللجان الشعبيه. حرر الثوار حاجز الشلاح الواقع في مدينه الزبداني، قتلوا العديد من العناصر واستشهد عدد الثوار. طبعا حاجز الشلاح وهو نقطه كبيره يحاول النظام يعززها بشكل دائم. اغتنم الثوار يعني دبابه ورشاش 23، لم يهدأ القصف في المنطقه. طبعا الحاجز يتكون من عده حواجز، حاجز القنطار وحاجز معمل الثلج وبناء اسناك التنور وحاجز الشلاح الرئيسي، كلهم يشكلون حاجز الشلاح. ليس هو قطعه صغيره، هو مجموعه حواجز كبيره. كما يقول حضرتك ذكرت بأن هناك عدد كبير من البراميل المتفجرة استخدمه النظام في هجومه على الزبداني، يعني هل لك أن تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني في ظل هذه الظروف؟ طبعا قبل الحديث عن الوضع الإنساني سيدتي، يعني عندما نتكلم عن البراميل المتفجرة، يعني يقول الثوار في تصرف غير مسبوق للنظام ألقى منشورات مع البراميل، يقول فيها يطلب من الأهالي مساعدته ضد الثوار، ويقول أن من يدمر المدينة هم الثوار، بالرغم أن البرميل يحمل بداخله متفجرات ومنشورات. بالنسبة للوضع الإنساني هو متردي، يعني عندما نتكلم عن مدينة الزبداني إحدى القلاع الحصينة للثورة السورية، 4 أعوام مرت على الثورة في المدينة، استشهد يعني أكثر من 500 من أبنائها، دمر 80% من منشآتها ومبانيها، شرد معظم سكانها. نعم. يعني أتى القصف البارحة واليوم ليشرد من تبقى من مدينة الزبداني في محاولة. نعم. شكرا لإجمالك الوضع الإنساني هناك سيد ياسر الدوماني مدير مكتب الهيئة السورية للإعلام، كنت معنا من ريف دمشق. قتل 25 شخصا من أعضاء جبهة